11 دقيقة متواصلين معكم في ساعتنا الثانية حتى الماضي ساعتين من ميدي ميد نحكي وأمن جرب حذنا ضيفنا الأستاذ نوفل ساسي ناطق الرسمي للنقابة الجهوية للأمن الداخلي بنا. بالمرحبا بك سي نوفل. مرحبا بك وكيف المستمعين سي نوفل. نرجع على الحملة اللي تعملت على الصعيد وطني دونك وطني نحميه وحقي ما نسلمش فيه. الحملة اللي كانت بدأت نهار 10 وتتواصل حتى ل 14 جانفي. علاش الحملة هذه سي نوفل؟ نرجع ساعة من الأول الحملة هذه وشكون كيفاش القرار تم اتخاذه. تم اتخاذ القرار نتاع هي ماهيش حملة عفوا هي خيمات اعتصام قدام مقرات أقاليم الأمن الوطني وأقاليم الحرس الوطني والإدارات الجهوية للحماية المدنية اللي كانت تراب الجمهورية. الخيمات الاعتصام دعالها الهيئة النقابية الموسعة للمكتب الوطني للقوات الأمن الداخلي المجتمع ايام 26 و27 ديسمبر بتبرق. وتم اتخاذ هذه الخطوه بالنظر لكون وضعيه تعاون الامن واداراته الماديه والمهنيه ما عادش نجمو نسكتو عليها نظرا للتدهور الحاصل في الوضعيه هذه. كما زاد سلطه الشرف ما استجابتش الجمله من المطالب المهنيه والاجتماعيه اللي تقدمت بها النقابات الأمنية. يعني كانت فما جلسات تفاوضية حتى اللي خليكم وصلتوا لهالخيمة والسلسلة نتاع الاعتصامات؟ أكيد كان نرجع شوية تالي في ماي السيد رئيس الحكومة أصدر مرسوم لفتح باب التفاوض مع النقابات الأمنية بخصوص تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية والمهنية لأعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي. وتم عقد سلسلة من جلسات تفاوضية مع لجنة المفاوضات الخاصة بوزارة الداخلية إلا أنه النقابات الأمنية قدمت المقترحات نتاعها في خصوص التماشي هذا إلا أنه إلى حد الآن ما تمش الاستجابة لمطالبنا سواء من سلطة الشرف أو من رئيس الحكومة. أهم ملامح المطالب هذه شنو يا سي نوفل؟ هي مطالب اجتماعية ومهنية بالأساس. نبدأ مثلا منحة الاختر، نطالبوا بالترفيع في منحة الاختر، نطالبوا بالترفيع في منحة مشقة المهنة. احنا ما عندناش أصلا منحة مشقة المهنة لكن كنشوفوا احنا عوان الأمن وإداراته قاعدين يخدموا بنظام أكثر من 12 ساعة في النهار لهنا. هذه تسمى مشقة مهنة. طالبنا بإحداث منحة خاصة بمشقة المهنة بإدارات وعوان قوات الأمن الداخلي. على فكرة كنقولوا مشقة المهنة معناتها فما تعب. احنا في الأيامات الأخرى احنا ماناش عاملين مزيهرة على بلادنا وعلى وطننا وعلى تونس وعلى شعبنا. ديجا معناتها الشعار نتاعنا وطني نحميه وحقي ما نسلمش فيه. صارت برشا وضعيات معناتها الزملاء تعبت برشا. فما شكون حتى مروح صار له حظ مرور قاتل من جراء الانهاك. ما وصلنا حتى في مشاكل اجتماعيه حتى مع عائلاتنا. واحد ما عادش فرحان حتى بصغره على الاقل يلقى المردود المادي اللي نجم يعوض. نظره تحفيزيه باش يحس روحه اللي الدوله هذه لا هي بعون الامن وحطته في مكانه في اطاره. دونك هذه المطالب الاجتماعيه. مطالب اجتماعيه فما منحة الصحراء، فما منحة العدوى والعزلة، زاد لزملائنا نتاع الحماية المدنية وسواء زملائنا زاد نتاع السجون. طالبين زاد إعادة تصنيف نظام التأجير. طالبين زاد المنح نتاع الخطط الوظيفية والتكاليف الإدارية وعديد المواضيع زاد. هذه المطالب الاجتماعية. عدا المطالب المهنية شنو هي أهم؟ المطالب المهنية هي أهمها إحداث مجلة قانونية تعوض قانون عدد 70 لسنة 83، قانون الأساسي الخاص بنظام قوات الأمن الداخلي. هذا ما عادش يتماشى مع متطلبات المرحلة. من 83. من 83 قانون عدد 70 لسنة 83 القانون هذا. تم تنقيحه عديد المرات لكن ديما باش نكونوا واضحين هو ديما في صالح الإدارة يتم التنقيح. تم تنقيحه من طرف بن علي في أكثر من مناسبة اللي زاد هرسل به أعوان قوات الأمن الداخلي. اللي زاد معناتها كي نجيو نحوصلوه تلقى 3% في صالح العون و97% في صالح الإدارة. دونك مشى بسياسة اللي ضغط على عون الأمن اللي ما عادش فيه. سواء من ناحية العقوبات، سواء من ناحية اخدم وما تكلمش. دونك احنا مدنين ياسر. أنا الأوان مدنين برشا للشعب التونسي والثورة 14 جانفي من ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي اللي بصراحة عون الأمن كان مساهم فيها. وعون الأمن زاد مدان للشعب التونسي باش يخدموا من غير حتى مزيه لانه بعد 14 جانفي جاتنا النقابات الامنيه اللي هي صوت
الأمني. الأمني به المطالب هذه تباعا سيناو في السياسي كان يتم عرضها قدام معناها في الجلسة اللجنة الوطنية هذه للتفاوض، معناها ما تمش قبول بعضها ورفض البعض، معناها عدم معناها إبداء حتى موقف من الحزمة كاملة، ولا فما احتراز على بعض المطالب وبعضها مقبول؟ والله إذا كان نرجع من جملة المطالب المهنية زادة ما خليتنيش نكملك، هي مجلة قانونية للتعويض عن الأمراض المهنية وحوادث الشغل. هذا المشروع كان مع السيد الوزير وزير الداخلية سيد لطفي بن جد، وكما السيد وزير الداخلية مراد الغرسلي، وتعدى على نجم الغرسلي، وتعدى المشروع هذا حتى المجلس التأسيسي، ومن بعد مجلس نواب الشعب، والتو منظر فيه. كذلك قانون التعويض للزملائنا شهداء الإرهاب، اللي عندنا عديد الشهداء وتعرف الوضعيات نتاعهم، اللي وصلوا توا عائلاتهم وصغارهم ياخذوا في 130 دينار كهو شهرية. القانون هذا والصندوق هذا تمر على مجلس النواب ومجلس التأسيسي، وتوا زاد ما تمت المصادقة عليه. ولكن مش واضح حتى الصندوق في حد ذاته ماهوش واضح، وماهوش واضح، ماهوش واضح كيفية تمويله، ماهوش واضح حتى كيفاش معناتها الأمني، والأمني ولا يحس في نفسه برشا كي يشوف قطاعات أخرى، وزارات أخرى، نقابات أخرى قاعدة تفاوض وقاعدة تجيب في الحقوق المنتسي بها، والأمني ما نعرفش علاش نسينا وعلاش مخلينا اخر درجه في الوقت اللي شي يقولوا لكم في الجلسه التفاوضيه سي سامي، علاش انا سالتك السؤال فبالك شي فما بعض المطالب المشطه وفما بعض المطالب المعقوله؟ لا فما جلسات تفاوضيه، فما تفاهم راهو، فما تفاهم، يقول لك نسمعك وخذوا المقترحات، خذوا المقترحات، ولكن اعطيني التفعيل، تفعيل المقترحات هذه، تو انت تسمعني، يقول لك انا مانيش سلطه شراء ومانيش سلطه اقرار، مانيش هنا باش نقرر معاك، انا نسمعك. حتى بالنسبه للمحاضر جلسات ما يعطيوهاش. والقرار باليد شكون؟ سلطه الاشراف، وزاره الداخليه، وزاره الداخليه، رئيس الحكومه. رئيس الحكومه هي اخر الاسبوع كان صرح رئيس الحكومه بانه سيقع النظر في المطالب هذه وسيقع على تلبيتها. وبالنسبه للسيد رئيس الحكومه وعد زاد حسب اللي جانا السيد الوزير المعتمد المكلف بالوظيفه العموميه واللي طرات لي حاضره من جانب الاداره، كانوا فما نهار الاربعاء صباح ان شاء الله باش تكون جلسه تفاوضيه في مقر رئيس الحكومه. ان شاء الله يتم الاستجابه للحد الادنى من المطالب نتاعنا. الاعتصام هذايا موجود قلت لي سي نوفل في كل الولايات نتاع الجمهوريه، هي خيمات اعتصام كما قلت لك، دعت لها الهيئه النقابيه الموسعه النقابه الوطنيه للقوات الداخلي. الاعتصامات هذه متواصله الى غايه يوم 14 جانفي، من بعد نشوفوا نتيجه المفاوضات والنقابة الوطنية. كيفاش قاعدين تتداولوا عليها معناها الاعتصام هذا، كيفاش شكون مشارك فيه؟ كيفاش يتم تأمينه؟ على فكرة والله سؤال وجيه. احنا المبدأ نتاعنا وطني نحميه وحقي ما نسلمش فيه. شكون اللي داول؟ هي أعضاء النقابات الأساسية وأعضاء النقابات الجهوية اللي ماهمش يخدموا. مهمة جدا. معناتها النقطة هذه احنا كنقول وطني نحميه، مش تسلم فيه خدمتك وقاعد في المرفق الأمني العام. مانيش باش نهبط يديا ونمشي نتلهى بالاعتصام، لا بالعكس خدمتي نخدمها. زملائنا الكل خارج اوقات العمل نتاعهم يتواجدوا في خيمات الاعتصام كل حسب ظروفه، لكن في نفس الوقت نحافظوا على المرفق الامني العام ونحافظوا على اداء رسالتنا النبيله تجاه شعبنا وتجاه وطننا، دائما ما نتخلوش عليه مهما كان، ما نتخلوش عليه لانه احنا في خدمه الشعب. وعلاش اخترتوا التوقيت بين 10 و 14؟ رمزيه 14 معروفه اكيد. رمزيه 14 الساعه فيها برشا شهداء من المؤسسة الأمنية، وإلى جانب ذلك من 10 إلى 14 لأن ملينا من الوعود. اثنين 14 جانفي في حد ذاته هو رمز كونه جاب لنا الحرية والانعتاق بالنسبة للمؤسسة الأمنية كما الشعب التونسي كل. ولهذا فهمنا ما عادش باش نسكر نتكلم. بعد 14 معناها باش توفى الخيمات نتاع الاعتصام هذايا، ولا فما خطوات نضالية أخرى؟ احنا والجلسه التفاوضيه تاع الاربعاء، ومن بعد باش نعقد الجلسه الهيئه النقابيه الموسعه للنقابه الوطنيه للقوات الامن الداخلي، وباش يتم اتخاذ القرار الصائب وفق مقتضيات المرحله. به التعامل مع سلطه الاشراف سي نوفل سيسي، معناها ماذا لو انها قبلت بعض المطالب وخلت فما اولويات، معناها انكم مثلا قابلين فما سقف وفما حد من المطالب، لو كان تمشي فيه معاكم سلطه الاشراف ورئاسه الحكومه تقبلوه على ان يتم ارجاء المطالب لمطالب اخرى يمكن ماهيش ذات اولويه الى فترات لاحقه؟ هو اكيد هي جمله المطالب ماهيش مطالب تعجيزيه. ومادام حاليا باب التفاوض وطالبين باش نتفاوضوا، اعطيني الاولويات المطلقه.
أنا طالب الأولويات المطلقة طوى اللي هي تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية والمهنية. إيتاب باريتاب معناتها خطوة بخطوة. بخطوة. مناش مكبشين صحيح خاطر نعرف وضعية البلاد لكن زادة فما كرامة الأمن. مثلا شنو أولوياتكم؟ تقول أنت المطالب هذية لا مجال باش أنك تمسها، هي من أولويات الأولويات ولا تراجع عليها؟ مثلا شنو في المطالب الاجتماعية والمهنية؟ المطالب المادية. مطالب المادية. تحسين الوضعية المادية لعوائل وتلات قوة الداخل. التحسين في الشهرية وإلا في المنح سي نوف؟ هي كله في حزمة واحدة، معطينا في المنح خاصة منح مشقة المهنة ومنح الاختيار. لازم يتم الترفيه عليهم لأنه التونسي الأمن هو الوحيد اللي قاعد ملقي صدر الكرتوش، هو الوحيد اللي قاعد تعب، هو الوحيد اللي قاعد مضحي في سبيل هالوطن هذا، هو الوحيد اللي هز البلاد على كتافه. قاعدين تشوفوا التواجد الأمني، قاعدين تشوفوا في زملائي كيفاش أمنوا مختلف رأس العام، ولا رأس العام مختلف المحطات اللي مرينا بها، كيفاش أمنوا كل شيء وكيفاش خدموا وكيفاش تعبوا وكيفاش كذا. زادا يلزمنا شوية ننظروا لهم، كيشوفوا موظفين في إدارات أخرى في مؤسسات أخرى احنا مناش نحسدهم، صح عليهم وربي يزيدهم وربي يعينهم، لكن زادا على الاقل اخزر لي كما قاعد تخزر. لا هو ضروري، ما فما حتى مجال الجدل بانه الاجماع على تحسين الوضعيه نتاع الامن اليوم. حتى زاد ما نجموش نحكيه على حاجات اخرى اليوم، ما تجمش تقول لامني ما نعرفش سامحني في الكلمه شبيك خديت رشوه، مع انه هذه الحالات شاذة ولا يحفظ ولا معناها تحفظ ولا يقاس عليها، وانت وضعيته الماديه ماهيش مامنه له. لا سامحني ما ندخلوش في الموضوع نتاع الرشوه نتاع كذا، اللي يعمل يتحمل مسؤوليته سواء الراشي ولا المرتشي الداعي على ذلك ولا الاخفاء يتحمل مسؤوليته، هذاك في نطاق القانون. لكن فهم بعض الاطراف سينوف اني تستغل الضعف نتاع الواقع المادي نتاع الامني باش انها ربما تجبر خانه السلبيات هذيا. احنا نحاولوا احنا كنقابات نندوا بالممارسات هذه، نندوا بالممارسات هذه وما نحبوهاش في صفوف اعواننا واطاراتنا، وقاعدين نسعى باش نبعدوا على